ايوه. انت عملت ايه في عمي شلالي؟ انا ما عملتش، ده بكار هو اللي ها هو اللي حط لي البوم. انا مش عارف اعمل معاك ايه، مش كفايه انك جرحت لي العربيه؟ ها ده انا كنت بجرب الكبريت هيحرق الحديد ولا لا. اسكت، لازم النهارده يبقى في عقاب شديد عشان تبطل شجاوه. ايوه كده، ما تسكتلوش، ده محتاج يتربى. ولا تضايق نفسك يا عم شلالي. حسونة. نعم. عقابا ليك على اللي عملته، انت مش هتخرج من البيت النهارده عشان تحرم. ايه ده اللي ربنا قدرك عليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا كنت بهزر معاه. كل الناس نسي عيد ميلادي يا رشيد. ميمي ميمي ميمي. الا انت، انا عارف ميمي. وعلبة الالوان مش مشكلة، انا معايا 10 جنيه وهحوش تمنها. معلش، انا مش زعلان من حد، عادي جدا اني افتكر عيد ميلادي لانه عيد ميلادي انا، لكن الناس كل واحد عنده حاجة شغلاه، بس مش مشكلة، واصلا انا بحبهم كلهم. ميمي ميمي. وانتي كمان طبعا. النهاردة عيد ميلادي يا رشيد، ومش هيبقى يوم كويس الا لو انا خليته يوم كويس. انا هروح البيت، وبعد ما اتغدى هخرج اروح المكتبة، ولما الليل يجي هروح واتفرج على كرتون، وهيبقى اليوم الجميل ده هو هدية عيد ميلادي. يوه ليه كده؟ يوم عيد ميلادي. ميمي ميمي ميمي. ايه ده؟ ايه رأيك بقى؟ طب ازاي؟ مش انت يا امي كنتي بتطبخي ملوخية؟ دي كانت بايتة من امبارح يا بكار، بس انت ما خدتش بالك. وانا وحبيبة ساعدنا مامتك في التورتة. وانت ما كنتش هقعد 4 ايام يا بكار، كنت بقول لك كده عشان ما احرجش المفاجاه. طب وفارس؟ انا فضلت قاعد في البيت، بس طبعا كنت عارف انه عيد ميلادك. وانا ابويا قال لي اخرج بعد ما فضلت ازن وزن وزن وزن. انا كنت فاكر انك نسيته. وهو معقول حد ينسى عيد ميلادك يا بكار؟ يلا حالا بالا بالا حيا ابو الفاصل. مبسوط؟ استنى بقى اما تشوف الهدية. ايه ده؟ دي الكبيرة ام 120 لون، ده احلى عيد ميلاد في حياتي. انت بتحب الالوان للدرجة دي؟ لا طبعا يا فارس، انا عرفت النهاردة انكو احلى هدية، ومش لازم استنى عيد ميلادي عشان اخدها. والالوان ما عجبتكش يعني؟ ده كل واحد فينا دفع 3 جنيه. خلي امك بقى تجيب لنا حته كمان من التورته